السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى معكم عادل. فقط نغبت عليكم كحتش فيديوهات اللي كيتهم الناس المهاجرين بفرنسا بأوروبا، وحتى الناس اللي عندهم ان بروجي باش انهم يهاجروا، لأنه القانون الجديد ديال اللي غادي تصدر في الأيام القادمة، يعني ابتداء من أبريل 2023. دابا الحكومة على صدد أنها كتناقش الموضوع، كاين ان ديبا في البرلمان الفرنسي. ما بغيتش نحط شي حاجة ونتكلم في شي حاجة إلا خصو يخرج يصدر القانون ويتصوت ويتنشر في الجريدة الرسمية، باش يكون قانون يعني واضح ويكون فعال ويكون كيطبق في جميع لي بريفيكسيون. يعني ما يمكنش انا نتكلم في شي حاجة اللي مازال ما تصدراتش، لان كنشوف الناس بزاف كيديروا فيديوهات كيتكلموا، لانه كاين مسودة القانون ماشي قانون فيه تعديلات. ما يمكنش انا نهضر ونشرح لكم واحد المسودة ونشرحها لكم هي مازال ما خرجت لحيز التنفيذ ومازال فيها تعديلات، يعني ما ماشي لوجيك، ماشي منطق. علاش ما بغيتش نحط فيديوهات؟ خلي تيتنشر القانون الجديد ويبانوا فيه البنود كاملين واضحين، مصادقة عليهم من طرف البرلمان الفرنسي، ويخرج في جريدة رسمية. وديك الساعة نناقش معاكم ونوضح لكم كابا كا، يعني كل حالة بوحديتها. دابا القانون اللي كيتفعل دابا، القانون هو قانون 2012 نتاع السيركيليون تاع فالس، راه هو اللي كيتفعل هو اللي كيطبق. وحاولوا انكم ما تزربوش حاولوا في هاد الايام، لانه راه كاين واحد العمليه كبيره نتاع الترحيل نتاع الكونترول، كيكونتروليو في الطوبيسات في الترينات في الخدمه الناس اللي ما عندهاش الاوراق. اون فوا كيتكونترول ما عندوش لي بابي، كيديو لواحد لو سونتر ولا كيديو للكوميساريه، كيبصموه كيصوروه، وكيجي واحد لاغيتي نتاع الكيت، كتجيهم واحد الورقة نتاع الكيت كيعطيوهالهم سير بلاس، بأنه خصو يخوي يعني المدة ديال شهر ولا سون دو، يعني سير بلاس خصو يخوي. الوغ جنبو في الأيام القادمة حتى لأبريل أنكم ما تخرجوش، ما تمشيوش في أي بلاصة، البلاصة اللي فيها المشاكل، ولا البلاصة اللي فيها الكونترول بزاف. حاولوا أنكم ما تخرجوش على ما يخرج قانون جديد. والانسان اللي عنده شي دوسي وعنده شي بروف وعنده شي فيش دو باي وعنده هادي، راه كاين تسهيلات ان شاء الله غادي يكونوا. الانسان يدفع ويطونطي لا شونس، ما يخافش. والقانون تاع فاس راه ماشي كما كتتصوروا نتوما، راه فيه تسهيلات كبيره. انا عاد قريته مزيان وفهمته مزيان، فيه بنود راهم ساهلين وما صعبش، راه تقريبا راه الناس كيديروا الاخطاء فقط لي دوسي فاش كيدفعوهم كيديروا اخطاء، داكشي علاش كيجيو الجواب ديال الرفض. حاولوا تريتو، الله يسهل الجميع.